ما في غير حل واحد فقط، اني انا اسحب بنزين من سيارتي وعبيها بالتاكسي ليك جاهزة. هي اول مره بحياتي بطلع بتاكسي. طبعا انا حاطط لكم كاميرا فوق 360، فبتشوفوا الاطار كله بشكل كامل. التكاسي اللي عم شوفها واظلفها بالطريق كلها فاضيه. انا مهجر من معره، انا وكنتي والعجوز. اللي ما عم تقدر تدفع 20,000 و15,000 ليره، شغاله هي شغله هلا على الفيسبوك طلع مصاري. هي كل سياره كانت معيشه عائلتين اقل كلام. مرحبا فيكم يا عائلة الأكابر بالحلقة الجديدة، الحلقة الـ 11 من سلسلة كيف الشعب السوري عايش. بناء على تعليقاتكم اللي كتير عم توصل عندي على القناة، انه صورنا يا كوتش شوفير تاكسي. آلاف العائلات السورية عايشين من وراء هالمهنة يلي هن مقسومين قسمين، قسم عنده سيارة تاكسي شارية ملك وبيشتغل عليها هو، والقسم الثاني مستأجرة وبيدفع بالشهر تقريبا بين 600 ل 700,000 شهريا، وما بيعترف صاحب السيارة على شيء. يعني المستأجر هو اللي بده يدبر البنزين، هو اللي بده يدفع حق المخالفات، هو اللي بده يدفع حق التصليح، ويا بتجي الرسالة يا ما بتجي الرسالة. مريض ما مريض بده يدفع كل شهر بين 600 ل 700,000 ليره سوري. طبعا رساله البنزين عم تتاخر، صايره للتكاسي العمومي بين ال 14 ل 18 يوم لل 20 يوم لتوصلك الرساله، وبس توصل الرساله عم يعطوك 25 لتر فقط لا غير. طبعا في منكم رح يسالني ليش يا ترى عم تتاخر رساله البنزين، او شو سبب قله المحروقات بسوريا؟ هذا كله بيعود بسبب العقوبات الاقتصاديه وقانون قيصر المفروض على البلد للاسف. ما في غير حل واحد فقط، اني انا اسحب بنزين من سيارتي وعبيها بالتاكسي ليك جاهزه. بهذا الاختراع رح نسحب البنزين، ونفس الاختراع رح نفضي البنزين بالتاكسي. شوفوا ما احلى اختراعات سوريه بامتياز. هلا بنحط هذا هون بعد ما عبينا البيدون. زكاتك تساعدني لتجربتنا لليوم. هدول 10 التوره عم يكب، عم كب كل نقطه حق مصاري اليوم. وهي راحوا 10 التوره، وهلا بنسكرها عشان ما ينكب البنزين لبرا، وبنسمع هالكم طقه هاي وبنحطها ونكون جاهزين نبلش حلقه. خبره سواقه 20 سنه وانا الكوتش وارف. لا تنسوا تدعمونا بلايك وشير للفيديو بين رفقاتكم يا عائلة الاكابر، وخلونا نوصل هذا الفيديو لل 20,000 لايك. بحبكم كثير، مشاهده ممتعه. يا جماعه بدكم تطولوا بالكم علي، هي اول مره بحياتي بطلع بتاكسي، فالغيارات شوي يعني مالي متعود عليهم، هيك اول هيك تاني. يا سلام. هلا خلونا نتفق على شغله قبل ما نبلش الحلقه، انه كل شيء حلقات بتشوفون انتو على السوشيال ميديا او على اليوتيوب انه طالع الزبون مو مشتلق على الكاميرا، يعني انه على اساس انه هي كاميرا خفيه، هذا الموضوع مستحيل. هتسالوني ليش مستحيل؟ لانه الكاميرا مقشره قدامي هيك محطوطه وعليها شاشه وكذا، يعني كلهم بيكون متفق عليهم فبرك. فنحن اليوم لتجربتنا رح تكون حقيقية 100%. يعني حتى لما بده يطلع الزبون بدي اسأله، نحن عم نصور، حاطت كاميرا هون وكاميرا هون، فانه من بعد اذنك نحن عم نصور، اذا ما عنده مشكله منصور، اذا عنده مشكله ما منصوره. طبعا انا حاطط لكم كاميرا فوق 360، فبتشوفوا الاطار كله بشكل كامل على مدار 360. طبعا انا رح اتحكم بالمونتاج وصور لكم الشوارع الشام كلياتها، فادعونا الله يسرنا يا رب. هلا انا حابب احكي شغله كثير مهمه، انه كل 10 كيلو متر بتمشي هي السياره السابه بتصرف 1 لتر بنزين. قديش حال لتر البنزين؟ عم يشتروا لتر البنزين بين ال 10 و 12 و 13 ولل 15,000 بيشتروا. فهو اليوم لما بيمشي اليوم السائق 10 كيلو متر لازم ياخذ حق 1 لتر 15,000، بس مو بس ياخذ 15,000 ليره ويقول له خلص طلعت حق البنزينات، لا، لازم يضيف عليها استهلاك للسيارة وأجار للسيارة وزيت محرك للسيارة وأجار الزلمة اللي عم يشتغل الشوفير، يعني عم يشتغل طول النهار مو مشان والله بس يطلع حق بنزيناته، لازم يطلع مصروفه، صح؟ فأنا اليوم بكل مصداقية رح صور لكم اليوم كامل، يوم الشوفير التاكسي. رح نشتغل بالعشرة التورة اللي نحن عبيناها ونقول يا رب. فيا رب. شكرا كثير على الدعم بالحلقات الماضيه، شكرا كثير عن جد والله. انا بقرا كل التعليقات اللي انتم بتكتبوا لي اياها تعليق تعليق، واللي عم يكتب لي تعليق بيعرف اني عم رد عليه. فشكرا كثير للدعم المادي والمعنوي والنفسي، عن جد انا كثير يعني ما كنت حابب احكي الموضوع، انا كثير متضايق نفسيا من الشغل. احنا لازم نشوف ظروف العالم ونقول دائما الحمد لله على كل شيء نحن بنعمله بالحياه. فشكرا، شكرا كثير. انا قبل ما اعمل هالحلقه والله والله عملت كثير مقابلات مع عالم، طبعا بدون تصوير،
التصوير، عملت مقابلات مع العالم، مع شوفيرات التكاسي، انه حكوا لنا شو مشاكلكم شو وجعكم. 100% منهم قالوا لي اوارف اطلع اشتغل يوم كامل واحكي الحق واحكي الصراحه، هي الكيلومتراج قدامك وهي البنزينات عبينا 10 التوره مثل ما شفتوا، فاطلع شوف انت قديش بتوفي معك ما بتوفي معك، احكي بصراحة. وانا بكل فيديوهاتي عودتكم انا ما احكي غير الصراحة. انا راح اعير العداد بحيث اخر النهار شوف قديش مشيت وقديش صرفت وقديش طلعت مصاري، مشان اخر شيء نحسبهم يا ترى موفية معي ولا ما لم موفية اشتغل انا شوفير تاكسي. دعونا الله يرزقنا ويرزق كل شوفيرات التكاسي ويرزق الشعب كمان. هلا ما حدا اشر لي، انا مفكر انه يلا فورا بيطلعوا معنا الزباين، ما في حدا لهلا. هلا فتت انا على منطقه اسمها منطقه الشعلان، بركي هيك الله بيصدفنا بشي زبون. اذا ما لقينا زبون رح اروح لمناطق مزدحمه اكثر. اللي عم لاحظه انه اكثر التكاسي اللي عم شوفها واصدفها بالطريق كلها فاضيه، يعني مو بس انا الفاضي، تقريبا ما في حدا، ما حدا عم يأشر لي. من زمان كانوا يستاجروا السياره مثلا اثنين يتقاسموها مناصفه الاجار، واحد يطلع صبح وواحد يطلع المساء. هلا بسبب قله ماده البنزين عم يطلعوا ورديه واحده باليوم، يا صبح يا مساء، يا رب يطلع معي شي زبون. كل ما عم اطلع هيك بلاقيهم فاضيين للاسف، يعني موضوع مزعج ومحزن، بس يمكن هذا بيرجع لغلاء طلب التاكسي، يعني اليوم عم يطلع الواحد يحط 20,000 25,000 ليره على الطلب، مشكله كبيره والله، بس هذا الوضع. يعني انا عم صور لكم اياه بكل شفافيه، بدنا شي زبون. اه في زمور؟ هلا مصير منزمر العالم، طلع تعا حول. يسعد أهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي لي قلبك يا عمو. خلي لي إياك يا عمو يطول بعمرك. شفتك واقف لحالي ما. ما كنا سيارة. إيه. وين يا عمو؟ في طريقك أنت. أنا طريقي لعندك. وديك لناح ومطرح ما بدك. الله يفتح عليك. الله يسلمك يا رب. شو بدي أمر؟ ولا شيء يا عمو. روح الله يفتح عليك وعلى مرتك. خلي لي إياك يا عمو. خلي لي قلبك من على اليمين. يا رب لك إيه. لا أقرب لك إلك عمو مو لإلي، أقرب لك. أنا معي سيارة وشاب طويل عريض. أمرك حتى ما تلف تكلمهم. تكرم عينك عمو. بتشتغل عمو؟ أنا مهجر من معرة أنا وكنتي والعجوز. مهجر من معرة أنت وكنتك؟ والعجوز. الله يطول بعمره يا رب. وهلأ قاعد بيت أجار يعني عمو؟ أجار بتدفعوا لي الجمعية نص أجار. بتدفعوا لك الجمعية، شو اسم الجمعية اللي بتدفع لك عمو؟ جمعية البركة. جمعية البركة، إيه والنعم من هيك جمعية والله، كتر خيرهم. الطيبين بيساعدوني كمان. والطيبين بيساعدوك، بيعطيك سكر وسمنة وزيت؟ رز وزيت ما أعطيك شيء هلا، مالك حامل شيء؟ قال الأحد تجي. قال لك الأحد تجي؟ يعني شو؟ لا يا عمو الله يسامحك، إذا ما خدمناك عمو مين نخدم؟ قل لي. الله يخلي لي إياك يا حبيب قلبي. إذا بتحب ما تعذب حالك لهونيك إذا ماك مضطر يعني. لا لا حبيب قلبي الله. لهوني؟ لا، بدك تروح مشي يعني؟ لا تاخذ سرابيس برده. تاخذ سرابيس؟ لا بحطك انا على اقرب قرني عندك. ما عندك اولاد؟ عندي ولد في لبنان 9 سنين مالك شايفه؟ ولا عم يحاكي؟ بيحكي اوقات مع كنتي. مع كنتك؟ اي مشلونكم بس شوفه انا بشوفه. ما عم تشوفه، الله يجمعك فيه عن قريب يا عم. امين يا حبيب محمد. قد ايه البركه عمرك عمو؟ صار 66. 66 عم سنه عمرك؟ الله يسلمك، يعني ساعتك شباب معناتها؟ ركب بدي هلا قال لك يا لا 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 يا سلمى وحي الهي ربي يجيرك من كل سوء الله يخلي لي اياك يا حبيب قلبي. هالدعاوي هي
بتكفيني بتكفيني. حاضر عمو حاضر. يا رب الله يخلي لي اياك يا حبيب قلبي. إن شاء الله هيك يا عائلة الأكابر الله يحسن ختامنا ويحسن كبرتنا ويبعثنا أولاد الحلال يلي تساعدنا ودير بال علينا. قولوا آمين. الحمد لله لسه في جمعيات مثل ما سمعتوا العم عم يحكي إنه عم تساعد العالم بإيجار بيوتها للمهجرين. والله العظيم شي بيخلي الواحد يعتز ببلده ويفتخر فيها. طيب بس في رزقة من الله وفي ظروف العالم اللي ما عم تقدر تدفع 20,000 و 15,000 ليرة. أنا حاسب لهم كل 10 كيلو لتر. ايه مزبوط. مزبوط مزبوط كل 10 كيلو لتر. ايه هلا انا ماشي معلم حارق لي معلم انا اليوم حارق لي شيء 20 استاذ اليوم على بكره يعني انا عفوا حارق لي شيء لترين هلا ما في شيء بالمره اليوم على بكره استاذ انا مشيت ايه معير عداد السياره ماشي 14 كيلو ولا حدا قال لي شو اسمك على بكره اليوم على بكره هالحكي ايه ولا حدا قال لي شو اسمك ولا حدا طلع معي 14 كيلو سمعاني شو رايك 14 كيلو 14 كيلو والله اليوم على بكره يعني خساره تقريبا شيء 20 ألف ليره شو بدك تعمل طيب كمان بتضلك واقف كمان مشكله ما حدا بيجي لعندك بدك تفتل اجباري لحتى ما حدا مشان هيك انا ما حبيت توقف عم ضل امشي لك ما حدا اشر لي يعني فهمت يعني انت فهمان انا بلا الحركه كثير تعبانه والله الوضع سيء انا اسف اخذت من وقتك حبيب قلبي انا اسمي وارف عندي قناه على اليوتيوب بعمل تجارب وبشتغل الشغل اللي عم يشتغل الشعب السوري يا حبيب قلبي الله يسلمك هلا انت واقف هون عم تستنى حدا يعني زبون رح ضل انا عم صور ليخلصوا 10 التوره بصراحه بدي نعيش التجربه كامله يا سيدي الله يوفقك الله يسلمك يا رب شرفنا بمعرفتك يا حبيب قلبي الله يسلمك ويا ريت لو في تنظيم يعني لو في تنظيم عن طريق تطبيق معين يعني هلا مثلا انا كنت بالامارات اخي كل التكاسي منظمين بتطبيق مزبوط هالحكي يعني بتنظموا بتطبيق الكل بيشتغل هيك مصيبه هيك اي والله يلا السلام عليكم لا تؤاخذني مشان الله شكرا يا مزوق وارف انا اسمي وارف على اليوتيوب بس اكتب وارف هلا انا بظن هيك عم فكر لحالي او بصوت عالي عم فكر انه هو في تطبيق ما بدنا نقول اسمه انشهر كثير هلا بسوريا فبيقول لك الواحد ليش ادفع انا نفس اجار التاكسي واطلع اشر له وقف بالطريق بهالبرد اذا بقدر هو يوصل لعندي لناح بيتي وبنفس السعر تقريبا فهذا بظن عامل من عوامل يلي عم يخلي العالم ما تطلع بالتكاسي بشكل عام يعني بقول لك نفس السعر سيارة مكيفة ومرتبة وكذا وبيجي لناح بيتي ليش أنا واقف بالشارع وأشر عم يقعدوا قريب نفس السعر تقريبا والله عم أقرب عليهم أطلع فيهم ما حدا أبدا أبدا ولا كأني موجود لأنه هيك أنا ضل أنا عم بفتل وما في زباين يعني عم بصرف بنزين ومشكلة والله وهي كمان حروح على مناطق لسه معجوقة أكتر بركي بيطلع لنا شي حدا هيك حرام انا عم بفتل ما في حدا ابدا ولا حدا لحدا صراحه اول مره بحس حالي عم اشتغل شغله وفاشل فيها يعني الوضع كثير صعب اذا هيك الله يكون بعونهم والله العظيم هي عم صوركم اياها بحذافيره فتنا هلا على ساحه الامويين هي اشهر ساحه هون بمدينه دمشق سلمك يا رب عبرنية تفضل قديش عم تدفع بالعادة؟ ستة آلاف طلع معلم بس عم صور في عندك مشكلة عم بعمل تجربة اجتماعية ما في مشكلة تفضل شو الصفحة وشو قناة يوتيوب اسمها ديالو وارف عم تدفع 6,000 على الأمانة ها
الامانه اي انا اول يوم لي والله الامانه قديش مو اكثر من 6000 والله ما بعرف خلص هيك عم تدفع انت بناخذ منك هيك قل لك زو اول يوم بشتغل والله زبون وبصراحه اول زبون استفتاحيه والله استفتاحيه قلت لك لا قلت لك لا الله يسلمك شو بتشتغل والله بشتغل مسؤول مبيعات بشركه سوا والنعم والله اي اس بي زود خدمه انترنت حلو حلو ايه حلو قديش عم يعطوك راتب تقريبا 800 ايه الحمد لله منيح ايه الحمد لله هندسه اتصالات جامعه خاصه حلو يعني سما تخرجت بيالي ما ادري بصراحه يلا الله هيك ينجحك وتصير احسن مهندس بكل سوريا الله يسلمك يا رب والله انت اول زبون انا كثير فرحان فيك معلش هيك نصير صحبه و تشرف الله يخلي لي اياك يا رب من وين هلا على اليمين هلا بدنا هاي على اليمين يلا تركسيون مو ما له هيدروليك اسي يعني بس يعني والله صلي تقريبا شي ساعتين عم بفتل وبصراحه ما في زباين بصراحه يعني تاخذ ايدك يا حبيب قلبي ما عرفني على اسمه انا حسين حسين والنعم احلى حسين انا وارف اسمه حبيبي اسمه القناه اسمها وارف ديالا وارف الله يسلمك يا رب مزبوط انا ماشي مو عندك يا حبيب قلبي خلي لي اياه خليه علينا معلم الله يسلمك شرطانا وي لا لا خلاص اموري تمام اموري تمام ستة آلاف وهي 2000 4000 شكرا يا حبيب القلب خلي لي عمرك شكرا كثير يا حبيبي شكرا الحمد لله هي اول زبون كتر خير الله يعني عم فكر انا بصراحه اطلع حق البنزينات ونوقف شغل هاي زبونه والله ما لي شايف شيء تفضلي تفضلي كانوا اشار لي يا واحد يا بنت يا صبي مو باين معي مرحبا اهلا وسهلا كيفك شو اخبارك الله يسلمك عرفتيني على اليوتيوب خلي لي قلبك يا رب وين رايحه مفرق حاميش ما عندك مشكله اني عم صور خلاص يلا هي انو حلقه شفتيها حبيتيها غزل بنات وبولين تبع راس السنه هي كثير حلو كل عام انت بخير يلا من عيوني بس دليني انا على الطرقات يعني لساتني شوي أدي عم تدفعي بالعادة لهني خلاص ما قد ما بتدفعي بالعادة ادفعي لي ما في مشكلة ما تاكليهم شو بتشتغلي حضرتك تسويق شغالة هي شغلة هلا على الفيسبوك طلع مصاري انه بشغل بالبيت وطقطقة يعني بتبيعوا كل شيء اونلاين يعني اواعي كل شيء حلو 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 الله يرزقك يا رب فاليوم والله هيك قررنا نعمل حلقة شوفير تاكسي نشوف هالمصلحة شغالة ولا مو شغالة مو شغالة لا والله سيئة جدا والله ايه ما حدا عم بيطلع يعني جد والله حاصدمك يعني انه انتي زبوني رقم 2 نظامي يعني ما عاد حدا مثل ما انتي قلتي هلا الجملة هي كثير مهمة انه ما عاد حدا امن انه يطلع مع الشوفير التاكسي مع انه شوفير التاكسي يعني والله ابن عالم وناس يعني انه والله بينطلع معه وين نزلك يعني على اليمين تكرم عينك تفضلي تكرم عينك خلص مثل ما بتدفعي بالعاده والله عن جد انا بالعاده بدفع 7000 خلص تكرم عينك خلي لي اياكي هو المفروض انه ما اخذ منك بس مشان التجربه باخذ منك الله يسلمك شكرا ويعوض عليك يا رب الله معك الله معك يا رب هي عطتنا هلا 7000 وذاك الشاب عطانا 6000 يعني فعليا انا مطلع 13000 ليره وحاطط 10 لتره بنزين انا لتر البنزين هناكم بين ال10 وال15 خلونا نحسب اخي ارخص شيء لتر البنزين خلوه لك خلوه ب10 بس ما هو اغلى من 10 يعني حاطط 100000 ليره لهلا مطلع 13000 ليره هلا بس ارجع ودي له السياره للزلمه نحسبها قديش صرفت وقديش مشيت وقديش طلعت وقديش ربحت هلا ربح مبين لا لي ربحان شيء ولا بنزيناتي ما طلعت حقه على تجربتي الشخصيه ما عملت شيء غلط وحتى ليكني عم زمر للعالم واقف على جنب كل ما واقف على جنب بيجيني شرطي بيقول لي حرك عمومي حرك عمومي يعني حتى اني انا صف على جنب وضع صعب جدا ما في مجال صف في شرطه شرطه فورا بيقول لك حرك 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 عمومي يعني هي جمله ضلت ملزقه براسي حرك عمومي
هشتغل لي شغلة ساعة ونص، بصير الساعة 8 تقريبا بالليل وبروح لعنده. فدعونا الله يرزقنا. تفضل. لا هلا حبيبي، هلا حبيبي، شلونك؟ شو اخبارك؟ خليلي اياك يا رب تابعك انا يا حبيب قلبي. شفتني يعني بتعرفني ولا انا بالصدفه والله؟ يعني عن جدك توقف تاكسي؟ عن جد اطلع معناتها معلم. شو عم تشتغل اليوم تاكسي؟ لا دهان معناتها. اطلع اطلع ليكوش. الله يخليلي اياك، بس انا لا تواخذني، بدي شغل العداد مشان اذا وقفنا شرطي. لسه في عداد؟ ايه والله. ايه ولا كان معلم هذا معلم، اذا ما شغلنا العداد بنتعبى. يا سلام، شو اخبارك؟ الله يسلمك يا ربي، خليلي اياك. والله انت وقفني لانك تعرفني ولا وقفني عن جد بدك تاكسي؟ صدفه انا والله. يا حبيب قلبي خليلي اياك. حبيب قلبي، شو اكثر حلقه حبيتها؟ والله كل حلقاتك رائعين يا حبيب قلبي. الاخيره كثير اثرت فيني والله. انا اسمي جواد تبع دار الكرامه، مو شرفنا فيك حبيب قلبي. الله يخلي لي. والله على الشهبندر. انا على الشهبندر قد ما طلبت معلم، تستاهل يا حبيبي قلبي. انت ثالث زبون بصراحه، المصلحه كثير سيئه التاكسي، ولا بنصح فيها حدا يعني. لا ايه والله، ثالث زبون كل اليوم. ثالث زبون كل اليوم، بجوز ما حدا يصدقني يعني، بس شفت الفيديو بتعرف. يلا طيب. ايه والله معلم، كلياتهم على التطبيق. التطبيق عم يتصلوا على التطبيق وتجيهم السياره على باب بيتهم، على باب بيتهم، لا بيوقفوا بهالبردات ولا بيوقفوا شيء. وهلا طلعت معي بنت قبلها، قالت لي انه امان. امان ايه امان. لا كل الناس خير وبركه. هلا كل الناس خير وبركه، بعرف والله. والشاب حتى صاحب السياره شاب ادمي، شرواك بالخير اللي اعطاني اياها، بس ما بعرف. انت مثلا هذا المشوار، هلا مشوار ماله بعيد، قديش تدفع بالعاده؟ هلا اقل مشوار صراحه عم يطلبوا مني 5000. 5000 ليرة. من قبل كانت 4، هلا صارت 5. تمام. يعني ان شاء الله عم روح انا 30 متر. 5000؟ 5000 اقل شيء. يا سيدي الله يرزقك، شو بشتغل انت حضرتك؟ الله يسلمك. والله بالامتيان انا. حلو ربيعات. حلو، قديش الرواتب عندكم؟ والله الرواتب مختلفة يعني بين 300 ل 400. شفتوا التكاسي شلون واقفين على جنا؟ شفتوا والله. 300000؟ بين 300 و 400 حسب خبرتك. بين 300 و 400000. الحمد لله احسن من غيرنا يعني، بس نفس الوقت صعب. يا سيدي الله يرزقك يا جواد، مو جواد والنعم يا جواد، ان شاء الله موفق هيك وبتلاقي زباين على طول. خلي لي قلبك. والله ما عم شوف سدين كمان، ما في قضيه بالشوارع يعني. نحن معرضين، مو بس معرضين، طول الوقت للحوادث ومعرضين. الله يعني صراحة. طول الوقت يعني برد، بس بالصيف شو غلي البنزين، ما مين هذا كله معلم، كله علينا نحن معلم. غلي الاجار، اجار السياره كمان غلي. هلا كان اجار السياره هي بياخذوها تقريبا 700000 ليره بالشهر. في بنزين ما في بنزين، اشتغلت ما اشتغلت، تصلحت ما صلحت، هذا كلياته على الشوفير. وين نزلك؟ وين؟ هون انا بنزرني. تمام هيك معلم، الله يخلي لي اياك. احلى جواد حبيب قلبي، الله يسلمك. لا تنسى تحاسبني. ها قديش بدك مني؟ قديش تدفع بالعاده معلم؟ قد ما طلع 5 انا يعني. خلص ايه مشوار قريب صراحه. ايه الله يخلي لي اياه. هي 6 خلي الباقي معك. لا حبيبي انا يعني بعمل تجربه يا قلبي. لا 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 نفس قديش خلص تستاهل اكثر. لك يا عمري تعال تعال. والله مو مستاهل. لك تعال مستاهل. لك تعال الله يخلي لي اياه. الله معك حبيب القلب، الله ييسر لك. هي اعطانا 1000 ليره زياده، كثر خيره والله. يا رب خالصين. السلام عليكم. معلم والله ما بعرف شو بدي احكي. شوف لي قديش الكيلومتراج وقديش ماشي وقديش صاري. شعل لك الضوء. يعني فعليا بيبان معك انت قديش صرفت؟ بيبان معي قديش صارك انت. 63 كيلو ماشي من الصبح للمساء. 63 كيلو. وغلتي قديش انا يا حزرك؟ تقريبا 6 لتر. قلت لي كل 10 لانه كل 10 لتر، فانا ماشي 63 كيلو معناتها ما تحارق تقريبا 6. مرحبا كيفك يا معلم، شو اخبارك؟ 6 لتر تقريبا. انا غلتي 19000 ليره. والله 19. ما حدا أشر لي طول النهار غير 3 زباين، وعم بفتل ومصور كل شيء يعني، مصور من لحظة ما أخذت السيارة، ضبيت العدة وإجيت. صارف 60000 بنزين ما عدا زيتاتي وتعبي و... عندك كل يوم حجي تقريبا شيء 5000 ليرة. هدول بدهم ينشالوا هيك على جنب زيت. زيت على القلب. هلا خسران وحده على حكيك وحده 40000 تقريبا. خسران بنزين. خسران. وعندك 5000 زيت 45000. طيب شو المشكلة اللي صارت معي يعني؟ أنا شلون بدي فهم العالم؟ صح أنا أول مرة بطلع على التاكسي
وما عندي خبرة هالشوفير التاكسي، بس عملت كل شيء، عملت كل شيء أنا بقدر عليه. يعني أنا عدم مؤاخذة جيت لوقف على جنب مشان ريح السيارة، مثلا استنى حدا ناحي المدارس ناحي الكذا ناحي الكذا، يجي مثلا الشرطي اللي يحرك عمومي ما قدر ما يخليني فمضطر أنا ضل أمشي. رحت على الأراني اللي فيها عجقة الأسواق، ضليت ماشي على جنب، ضلت كتير وما أبدا يعني عن جد ثلاثة وبشاويرهم قريبة ضمن الشام. يعني أنا ما طلعت على الريف، لا ما طلعت على الريف، إذا بيطلع على الريف يمكن بخسر أكتر مو وزيادة. يعني أنا فعليا ما عمل شيء غلط. عنا هون كم سيارة واقفة؟ ثلاثة. هي السيارة اللي جيت فيها؟ هي السيارة اللي جيت فيها. تمام. هي كل سيارة كانت معيشة عائلتين أقل كلام. يعني أنا عندي سيارة كان يطلع عليها دوامين شوفيرين كل يوم، كانت تجيب رقم حلو، اليوم وقفتها أحسن من مشيتها. إلا بحالة واحدة، العلاقات الشخصية. يعني ممكن واحد يدق لك تليفوني يقول لك عندي طلب من مكان لمكان، أما تفتل على العداد مستحيل. مثل ما صار معك. مثل ما صار معك. انت خسران خسران خسران. يعني الله وكيلك، يعني انا اذا بدي اشوف هذا المقطع تبعي بدي اقول انه مو معقول ما حدا موقفه. ها هلا هلا انت شاهد ما خارجي، ما حدا معه مصاري يوقف تاكسي. شوف الرقم اللي مكتوب على الكليشه 10204 وهي 2001، فما بالك التكاسي اللي نزلت جديد، ارقام مهوله من التكاسي. وكل سياره قلت لي كانت تعيش عيلتين. عيلتين كانت تعيش، كان عليها دوامين، يجيب لي الغله الدوامه. قلت له صبح ومساء اليوم. تمام. هذيك 24 أهل؟ تمام. هدول سيارات مين هدول؟ هاي سيارتي وهي سيارة شريكي. وهي السيارة الثالثة؟ للمحل جارنا. آه كمان هون. لسا في واحدة تانية رابعة كمان. كمان هلأ جاي على الطريق، كله بيصفوا ببيت، لأنه وقفتها اليوم أحسن من مشيتها. إذا اليوم بدي شغلها دوامي بدي أقل شيء تنكة بنزين كل يوم، وأنا مخصصاتي كل 14 يوم لل 20 يوم. تتجي 25 25 لتر. حكيت لهم يا حكي كمان. هلا ممكن اليوم اللي انت تقدر تفتل فيه شوي هو يوم الرسالة. تمام. وقت تجيك رسالة البنزين وبيكون صح. مدخولك حلو مدعوم، مدعوم من الدولة، لأنه اليوم 3000 لتر المدعوم. ممكن انه يصير في غلة، اما مشيها على الحر 10000 لو 15000 مستحيل. سيارتي العشر التورة. تمام. كان ما عاد حوص على الحر. شفت النتيجة؟ لك كشوفير تاكسي مثلا وان ما ساقبت معه، يعني ما ضبطت معه، ما كان في شغل، ما في هي قلها قلها بتطلع بنزين. خسرانه يعني خسرانه. انا بدي اذا بدي اروح نهاري كله خسرانه مشان اخر شيء انا بس طلع حق بنزيناتي، ما بدي هالشغله كلها. عنده شوفير التاكسي غير غلطه 5000 ليره قلت لي عنها صح؟ 5000 حريان. اه 5000 زيت و5000 ليره حريان. حريان شو معناته حريان؟ يعني استهلاك. يعني جوز الدولي باليوم 440 الصيني. هذا اسوأ من اسوأ نوع. انا بدي اعطيك الحل بالنسبه لوارف، افضل حل عن جد والله العظيم انه يكون في تطبيق، حتى لو كان تطبيق حكومي بالنسبه للتكاسي. انه انا مثلا بدي اطلب تاكسي، شوف اقرب واحد بيجي لعندي بياخذني وهيك ساعتها الكل بيشتغل. اما كله واحد كل واحد بده يقول اللهم اسالك نفسي معلم، وهذا اشتغل وهذا ما اشتغل مصيبه. كثر خيركم كثير، شكرا كثير انك اعطيتني التاكسي مره عاشره يمكن عم اتذكرك جد. شكرا كثير، يعني لولاك ما قدرت اعمل هالشيء ولا عيش التجربه. حبيب قلبي فرصه سعيده، وان شاء الله حصور الفيديو ونزله وانتم اول عالم راح يشوفوا ان شاء الله. تكون شيء معلم. يلا السلام عليكم. سلام عليكم. معلم هاي المفاتيح، سلم ايديك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير حبيب قلبي. لا ما بعيده، نجي نشرب قهوه. ايه بس انا عيده ما بعيده. وهيك عائلة الأكابر بتكون خلصت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا انبسطوا. وأهم نصيحة يعني بقدر أنصحكم إياها بنهاية الحلقة، إنه إذا كنت بسوريا لا تشتغل شوفير تاكسي، اشتغل لك أي شغلة تانية إلا شوفير تاكسي. بوعدكم التجربة الجاية تكون تجربة فظيعة، أنا كثير متحمس لها. وأنا الكوتش وارف، وبشوفكم بالحلقة الجاية. سلام. بدك تطلع ولا لا؟ طلعني على السلامة. طلع طلع.